وصورة التشريك في الصيام ذكر أهل العلم لها صورا متعددة، ومن هذه الصور أن ذكروا أن يقوم المرء بالصيام لله عز وجل امتثالا لأمره، ويكون قاصدا مع ذلك صحة بدنه، ويكون قاصدا مع ذلك سلامة جسده بالحمية من الأكل والشرب، فحينئذ يكون ذلك من أسباب نقص أجره وعدم تمامه، وإنما يكون التمام لمن قصد كمال الامتثال لله عز وجل وكمال الطاعة لأمره سبحانه وتعالى. قلت ذلك لما؟ لأن بعضا من أهل العلم لما تكلموا عن مقاصد الصيام ذكروا أن من مقاصد الصيام صحة البدن وسلامة الجسد وقوته، وهذا ثمرة وليست مقصد، فلو كان مقصدا من الصيام يقصده الآدمي بفعله فإنه حينئذ يكون قد شرك في نيته، ويكون حينئذ قد نقص أجره ولم يكمل له كمال إثابته، فناسب ذكر هذا المقصد لنفيه أنه ليس من المقاصد التي شرعها الشارع لقصد هذه الشعيرة العظيمة والنسيكة الجليلة والعبادة التي يحبها الله جل وعلا.